سيداتي سادتي، انتباه من فضلكم. السلام عليكم. هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح، المرجو عدم استعمال لغة الخشب. شكرا على تفهمكم. دائما نبيل منيب محط هجومات. ما عيزيش دخلنا لك بالله. جيب شي كفاءة. ما عندك قاعدة ما استقطب شي كفاءة دي 40 عام باش خلقوك وكيعلفوا فيك. ما عندك قاعدة الكفاءة في بلادي ظلموني. والله جبدونينا النموذج التنموي اللي ما غيبقى يقول فيه تم غريبي في بلادي ظلموني. اسمح لي نبيل منيب، ما خافش ترجع كائن افتراضي او ظاهرة فيسبوكية؟ احنا يؤاخذ علينا اننا كنطمنوا مع الناس في الشارع، واش هاد الناس في الشارع نخليهم؟ ايوا انتم كتخليو الاسلاميين واللي هما العدو اللدود ديالكم. لا ماشي العدو اللدود، شكون قال لك حنا العدو اللدود ديالنا؟ هادو كلهم مغاربة، هادو كلهم خوتي. وي اكزاكتوم، ما كيتعاملوش كوزراء، كيتعاملو كموظفون سامون وفرحانين داك الريع اللي عندهم جاهم كبير مزيان. هذا حزب صنعوه ولا ما صنعوش؟ ملي قالوا لك الكفاءات جيب شي كفاءات، ما تجيب ولد خالتك. بحيتاش كاينه في موقع المعارضه، لو كنتي منهم ربما يتبدل كلامك بشكل ما. فين نكون منهم؟ زعما وزيره شي نهار ما تعرف. انا وزيره ما بقاش مطبح، كيف قال لهم بزيز واحد النهار قال لهم انت وزير، قال لهم لا خويا ما انا. دابا مع هذا الشيء ديال هذا التبديله اللي ولينا كنشوفوا ضحك مع راسك.